تعليمات لزملاء. عبد السلام يرسل الكرة للأمام، ماكيتو ديوب، يا الله، هو ماكيتو ديوب، هو الرأس الذهبية وهو الحل، وما في غنى عنك يا ماكيتو ديوب. هدف المباراة الأول، الله على ماكيتو ديوب، رأس لا يستطيع أحد إيقافه، وقدم لا يستطيع أحد إيقافه، وماكيتو ديوب مين اللي يقدر عليه؟ يا سلام على الارتقاء فوق الجميع، هدف أول للظفرة يسجل في هذا التوقيت، الله على ماكيتو ديوب. من يملك ماكيتو ديوب يجب عليه بأن يكون واثقا ومطمئنا، يعني ارتقاء جم غير عالي لماكيتو الثاني. ماكيتو ديوب يتقدم، ماكيتو ديوب، جول، جول الثاني لفرسان الغربية، ماكيتو ديوب يسجل، يضع بصمة بالرأس وبصمة بالقدم، بصمة بالرأس وبصمة بالقدم من الهداف الكبير ماكيتو ديوب. 2-0 للظفرة، فرسان الغربية يظهرون بالصورة المنتظرة ويتقدمون على الوصل بهدف ثاني. ماكيتو ديوب يضيف الهدف الثاني للظفرة، وبالتالي تصبح النتيجة 2-0. الصعوبات تزداد وتصبح أكثر تعقيدا على الوصل. أحد لاعبي نادي الظفرة بتعود مرة أخرى، تقدم، كايو يمر، كايو بيسدد، يا سلام، كايو بيقلص الفارق للوصل، كايو بيقلص الفارق للفهود، ويقول بأن الأمور لم تنتهي بعد، حتى وإن كان الوصل بعشرة لاعبين، مجهود فردي يسجل من خلال كايو هدف المباراة الأول للوصل. شوف المرور والتسديدة القوية جدا، 2-1 أصبحت، 2-1 أصبحت، خطيرة، هذه خطيرة، الله، الله على الثالث في أول مشاركة، يزيل القلق ويريح أعصاب جماهيره. دييغو فيليب البرازيلي بفكر كبير، بفكر راقي، يسجل الهدف الثالث لينهي الحوار، لينهي الجدل في هذه اللحظات. يا سلام يا دييغو فيليبي، يا سلام يا دييغو فيليبي، هذه أول كرة على فكرة يستلمها، شوف الهدوء، شوف الروقان، شوف الفكر البرازيلي، هدف ثالث لنادي الظفرة، ينهي الحوار في هذا المساء دييغو فيليبي. ويا سلام على ثلاثية ظفروية، شوف الكنترول الرائع، وكرة في المرمى تعلن عن هدف ثالث، أول كرة للبرازيلي.